مشاركة أكثر من 1000 شركة من شركات التأمين حول العالم انطلقت بمدينة شرم الشيخ الملتقى الرابع لشركات التأمين وإعادة التأمين. نائب وزير المالية للخزانة العامة دكتور إيهاب أبو العيش أكد أهمية استضافة الملتقى قبيل انعقاد قمة المناخ COP27 وذلك لزيادة دور شركات التأمين في التعامل مع الأزمات البيئية والكوارث التي يواجهها العالم. التأمين بمساهمته الأساسية يعني في إدارة المخاطر المختلفة ليه دور أساسي طبعا في التعامل بقى مع كافة المخاطر وكافة التبعات اللي احنا بنشوفها من الأزمات اللي هي موجودة دي واللي أصبحت متلاحقة وأصبحت يعني متسارعة والمدى بتاعها حتى واسع جدا. رئيس المؤتمر ورئيس الاتحاد المصري للتأمين أكد أن أحد أهم محاور المؤتمر هو الاستفادة من التحول الرقمي في عمل شركات التأمين. الملتقى السنة دي بيناقش موضوعات هامة جدا، بيتكلم على التطور التكنولوجي في التأمين، ازاي شركات التأمين تقدر تصدر وثائقها بشكل الكتروني، تحصل الاقساط بشكل الكتروني، تدفع التعويضات بشكل الكتروني وده يسهل على العملاء، ازاي شركات التأمين تقدر تقدم او تسوق الوثائق بتاعتها بشكل الكتروني. الملتقى بيتكلم على كمان المخاطر من المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، يعني حتى استخدام التكنولوجيا ممكن يكون في معاه مخاطر، ازاي احنا كشركات تأمين يكون عندنا قدرة على نقدم حلول تأمينية هذه المخاطر. رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد فريد استعرض قرار رئيس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لسوق المال بما يؤثر بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار وتوجيه المستثمرين إلى مراعاة الجوانب البيئية في مشروعاتهم. صدر تعديلات عن دورة رئيس مجلس الوزراء في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال اللي أفردت تعريفات واضحة لمختلف أنواع من السندات سواء السندات الخضراء أو الزرقاء او حتى السندات البنيه اللي هي بتبقى سندات التحول من الانشطه لانشطه يعني صديقه للبيئه، وان لا يكفي فقط ان الشركات تقوم بالافصاح عن بصمتها الكربونيه وانبعاثاتها الكربونيه المستخدمه وغيرها من المسائل، لكن ايضا وجب عليهم ان ينظروا في الاستثمار في مثل هذه الاوراق الماليه لان هو ده اللي بيكمل دوره العمل. مع بدء العد التنازلي لاستضافه مصر لقمه المناخ COP27 تاتي اهميه الملتقى الرابع لشركات التامين للاتفاق على الاطر والاولويات التي ستحددها شركات التأمين للتعامل مع الكوارث والأزمات التي تفرضها التغيرات البيئية. لمياء موافي، التلفزيون المصري.